أكدت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إن اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة والمستمرة ما هي إلا استمرار لانتهاك القانون الدولي الإنساني لاستهداف تجمعات السكنية وتهديد حياة المئات من المدنيين. وأكد المالكي أن قوات التحالف ستتخذ كافة الإجراءات وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية وتنفيذ الإجراءات الرادعة لتحييد وتدمير قدراتها بما يتوافق مع القانون الدولي.